ماذا يحدث بين الريال والبرسا والتعصب الكبير بين هذا الفريق وذاك برشلونة بقيادة تشافي؟ ماذا يحدث لهذا الفريق؟ ألا ترى بأنه تشافي أو هل ترى بأنه تشافي هو المدرب الأنسب لبرشلونة؟ ألا ترى بأنه تشافي يعني حرق بعضا من المراحل من السد القطري مباشرة لتدريب برشلونة يعني مع ميركاتو قامت به الإدارة بانتداب عديد اللاعبين في فترة التحويلات الصيفية الماضية؟ سيكوندو لاي أغوستين بنسي كي تشافي اي لالناتوري جوستو بير كويستا برشلونة؟ I think it's very early to for him to be the trainer of Barcelona. I think he need more time. Today was a very, very, very weak Barcelona. But you have to remember last March when they won. يمر تشافي بفترة سيئة مع برشلونة، الجميع يتذكر المباراة الأخيرة مع الإنتر مرة جانبا، اليوم خن هزم أيضا في الكلاسيكو بثلاثية، فقد صدارة ترتيب الدوري الإسباني و made Barcelona grow up into a match, but then Pedri was very حقيقة وصراحة تشافي لا يملك خيارات عديدة في التشكيلة، هناك لاعبين خيبوا الأمل ولم يقدموا ما كان منتظرا منهم في الفترة الحساسة والهامة التي يمر بها الفريق، بداية بمباريات دوري أبطال أوروبا وحتى مباريات الدوري الإسباني كمباراة الكلاسيكو اليوم بين البرسا وريال مدريد. لكن قال أغوستين مارتين بأنه الحكم على تشافي سابق لأوانه، بطبيعة الحال الحكم على تشافي ليس الآن بالتحديد لكن في نهاية هذا الموسم إن جددت إدارة البرسا الثقة في المدرب تشافي.